السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر رضا البيومي من قناة إنجليزي أونلاين. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، مكملين مع بعض النهاردة شرح المنهج الجديد الخاص بمنهج كونكت 4 الخاص بالترم الأول لعام 2022. هناخد النهاردة تكملة يونت 1 وهناخد البارت الثاني، الجزء الثاني من ليسون 3. طبعا لو أنت فاتك كل الدروس السابقة في اليونت تقدر تطلع عليها، هسيب لك كده اللينك في الوصف اسفل الفيديو بيحتوي على الفيديوهات السابقه. البارت الثاني من الدرس الثالث بعنوان هيلث بروبلم. هيلث بروبلم، كلمه هيلث يعني صحه وبروبلم يعني مشكله، ولكن الاثنين مع بعض تدي معنى مشكله صحيه. هيلث بروبلم، مشكله صحيه. هنبدا الاول كده بقراءه الكلمات، تحديدا الكلمات الاساسيه. ركز بقى معايا عشان الكلمات دي مهمة جدا. burn burn burn، كلمة burn بقول ممكن استخدمها كاسم بمعنى حرق، ممكن استخدمها كفعل كverb بمعنى يحترق. اوكي burn. scrape scrape و scrape معناها خدش، يعني مثلا ايدك ايه بيحصل فيها خدش او خربشة، يعني زي احنا بنقول scrape scrape scrape. بعد كده عندنا حاجة اسمها اللزق الطبي اللي احنا بنحطه على الجروح اسمه band aid band aid، بس الاتنين مع بعض بشكل سريع نقولها band aid band aid band aid، ودي معناها اللزق الطبي. sprain 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 و sprain تنفع كفعل بمعنى يلتوي، وتنفع كاسم بمعنى التواء، لما اقول رجلي اتلوت يعني. اوكي sprain sprain. cough cough و cough هنا اللي هو معناه يكح. cough back back و back هنا اللي هو الظهر. back gloves 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 و gloves اللي هي الجوانتات اللي هو القفازات، بنلبسها مثلا عشان الشتاء او حاجة، او لما بيلبسها مثلا الدكتور وهو بيعمل عملية او كده. gloves gloves. الكلمات الاكسترا اللي هي الاضافية، تعالى كده نشوف يلا الكلمات الاضافية معانا. واول كلمة معانا هنقسمها لجزئين اللي هي nose يعني انف، وbleed يعني نزيف او ينزف. فلما اقول nose bleed معناها نزيف الانف. nose bleed nose bleed. بعد كده الضغط، كلمة ضغط يعني pension 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 اللي هو الضغط، وقلنا ما ننطقش الجي في اخر الكلمه. بعد كلمه بعد كده كلمه زبده، هنا التي جايه بين صوتين متحركين، يبقى احنا كده نقدر ننطق ايه دي باللهجه اللي هي الامريكيه، فنقولها butter 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 اللي هي زبده، لكن لو تنطقها باللهجه البريطانيه فتقولها butter butter، وما بينطقوش الار في اخر الكلمه butter. طيب نيجي بعد كده للمفاصل، joints 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 اللي هي معناها مفاصل الجسم. joints joints. بعد كده kind وده صفة بمعنى لطيف، شخص لطيف او طيب نقول عليه he is kind kind kind. open open، كلمة open احنا واخدينها قبل كده كتير، و open ممكن استخدمها كفعل بمعنى يفتح، زي ما يجي المدرس يقول لك open your book افتح كتابك. ممكن استخدمها كصفة بمعنى مفتوح، ان انا اوصف شيء ان هو شيء مفتوح، زي ما اقول مثلا ايه the shop is open يعني المحل مفتوح. first aid kit first معناها اولي او اول، first بعد كده aid kit اللي هي صندوق الاسعافات، فلما تقول first aid kit معناها صندوق الاسعافات الاولية. first aid kit first aid kit. بعد كده عندنا bag اللي هي معناها كيس هنا، وتدي معنى حقيبة. bag
of ice معناها كيس تلج. bag of ice, bag of ice. وهنا دي بتتنطق of، يعني الاف بتتنطق في. bag of ice، كيس من التلج. soap, soap, soap. وهنا soap اللي هي معناها صابون. soap, soap. شوف بعد كده التعبيرات، التعبيرات دي انت بتذاكرها كويس عشان بتيجي اجزاء منها في السؤال الاختياري وكمان بتيجي في سؤال الترتيب. فتعالى كده نشوفها يلا. hit him on the back. hit لوحدها معناها يضرب، وهم عاد على الشخص اللي هو قدامك، يبقى لما اقول لك hit him اضربه. hit him اضربه فين بقى؟ بقول لي on the back، على ظهره، اضربه على ظهره. hit him on the back. بعد كده with your hand open، يعني اضربه على ظهره وانا ايدي مفروده مش وانا ايدي متنيه. اوكي، with your hand open، with your hand open، بايديك مفتوحه. بعد كده بيقول لك هنا be، يعني كن. be a kind friend، be a kind friend، يعني كن صديقا طيبا. through اللي هي معناها عبر او من خلال. through the mouth، through the mouth، يعني عبر او من خلال الفم. through the mouth. بعد كده continue pinching the nose، يعني استمر في الضغط على الانف. تاني continue pinching the nose. واخر تعبير معانا بيقول هنا for اللي معناها لمده، لمده ايه بقى؟ 5 to 10 minutes، 5 الى 10 دقائق. For 5 to 10 minutes. تعالى كده بقى نقرأ الدرس واللي معانا بعنوان health problems، مشاكل صحية. health problems، عرفني المشكلة ويعرفني ازاي احلها. لما يحصل لي مشكلة مثلا معينة من الاصابات ديت والمشاكل الصحية، ازاي اتعامل في الموقف ده؟ والجزء ده مهم جدا حتى في حياتنا اليومية. فبقول هنا your friend has a burn on his or her hand، يعني صديقك عنده حرق في ايده او في ايديها، سواء كانت بقى بنت او ولد. يبقى تاني your friend has a burn، has a burn on his or her hand. طيب solution بقى، solution يعني حل. الحل بتاع الايه المشكلة دي ايه؟ بيقدم لك الحل اهو، يعني لما صديقك يبقى عنده حرق في ايده هتعمل ايه؟ والهنا hold the hand under cold water، يعني بيقول لي امسك وثبت هنا الايد تحت ميه بارده وساقعه. for 10 minutes، لمده 10 دقائق. يبقى احط الايد اللي هي المحروقه تحت الميه الساقعه لمده 10 دقائق. طيب تعالى كده نشوف المشكلة الصحية التانية البنت دي. وهنا your cousin، يعني بنت عمك، can not، لا يمكنها breathe، تتنفس، مش قادرة تتنفس. your cousin cannot breathe. she is coughing، she is coughing، يعني هي عمالة تكح مش قادرة تتنفس. ايه الحل بقى هنا؟ تعالى كده نشوف السولوشن بتاع الهيلث بروبلم دي، المشكلة الصحية دي. وهنا hit her، اضربها او اخبطها كده on the back، على ظهرها. with your hand open، وايدك مفتوحة، يعني بس مش اللي هو اضربها جامد، يعني حاجة بالراحة كده. بقول لي ايه؟ اخبطها على ظهرها او اضربها على ظهرها ويدك مفتوحة. hit her on the back with your hand open. طب نشوف المشكلة التالتة. هنا الولد بيلعب كورة ورجله اتلوت، فبيقول هنا your brother، أخوك، sprained his foot. we sprained قلنا معناها يلتوي أو التواء، فهنا هنستخدمها بمعنى لوى أو التوى. your brother sprained his foot، لوى إيه؟ رجليه. طيب أخويا اللي هو عنده التواء في رجله ده، إيه الحل معاه؟ اللي هو السلوشن بقى بتاع المشكلة ده. بيقول هنا press a bag of ice on his foot، يعني اجيب كيس في تلج
واضغط على الجزء اللي حصل في الالتواء، احط كيس التلج ده على الجزء ده واضغط على الكيس. يبقى تاني بيقول لي press يعني اضغط. A bag of ice، كيس تلج، on his foot على قدميه، عند الجزء اللي حصل فيه الالتواء. الصفحة بقى اللي معانا بعد كده بيقول لي هنا given instructions for help، يعني إعطاء تعليمات بغرض وهدف المساعدة. تعالى كده نشوف هنا التعليمات اللي بيديها لي. بيقول هنا إيه؟ someone falls over and cuts their leg. be a kind friend، يعني في شخص كده، شخص ما وقع على الأرض كده ورجليه اتعورت. وبعد كده بيقول لي كن صديقا طيبا. طيب الشخص اللي وقع على الارض واللي اتعورت ده نعمل ايه؟ تعالى كده نشوف هنعمل ايه معاه. اول حاجه كده بيقول لي ask them، اطلب من الشخص ده او الاشخاص دول، ask them to sit down، اطلب منهم سواء كان ولد او بنت اطلب منهم ان هم يقعدوا. الشخص اللي وقع ده يبقى هطلب منه الاول ايه؟ ان هو يجلس، يقعد على حاجه. ask، ask او تتنطق ask، ask them to sit down. طب بعد ما اطلب منه انه يقعد قول هنا put on gloves، و put on معناها ارتدي، البس. put on gloves، ارتدي القفازات. طيب بعد كده number 3 بيقول هنا wash، يعني اغسل. wash the scrape with water and soap، يعني بيقول اغسل اللي هو الخدش بايه بقى؟ بالميه والصابون. تاني wash the scrape with water and soap. طب بعد ما اغسل الجرح ده او الخدش ده بالميه والصابون، بيقول لي number 4 put on، يعني ضع، احط ايه بقى؟ ضع a band aid. a band aid، وقلنا put on a band aid معناها ضع لزق طبي، حط لزق طبي على الجرح. نمبر 5 بقى بعد ما حطينا اللزق الطبي على الجرح المفروض تاني يوم اغير على الجرح، فعشان كده بقول هنا the next day. the next day يعني اليوم التالي. wash the scrape with soap and water again، يعني هتغسل الخدش ده تاني، هتشيل طبعا اللي هي اللزق الطبي تشيله وترجع تغسل الخدش ده بالميه والصابون تاني مرة أخرى. وبعد كده بقول هنا ايه؟ ري do، يعني ايه ريديت؟ ري معناها عيد. عيد ايه بقى؟ redo the band aid. redo the band aid يعني ضع ايه؟ ضماده اخرى، حط لزقه طبيه اخرى غير اللي كانت عليه. ده بالنسبه للشخص اللي هو وقع ورجليه حصل فيها ايه؟ الخدش. لكن الشخص الثاني بقى تعالى كده نشوف مشكلته ايه. بيقول هنا someone has a nose bleed، يعني لقيت شخص كده مناخيره عماله تنزل دم. بيقول هنا be a kind friend، كن صديقا طيبا. طب اعمل ايه بقى عشان اكون صديق طيب مع الشخص اللي هو حصل له نزيف ده؟ اول ما تلاقي حد عنده نزيف في الانف كده بيقول هنا ايه؟ ask them to sit down. ask them to sit down، اطلب منه ان هو يقعد. طب بعد كده بيقول هنا pinch their soft part of the nose for 10 to 15 minutes at least، يعني بيقول لي اضغط على الجزء اللين اللي هو الجزء او الطرف، طرف اللي هو طرف مناخيرك، يعني اضغط على الجزء اللي هو عند فتحة المناخير كده لمدة من 10 دقائق ل 15 دقيقة على الأقل، أفضل ضغط عليه يعني. طيب بعد ما أعمل كده بقول هنا number 3 hold their nose with ice bag of vegetables covered by a towel، يعني بيقول هنا ضع كيس من الخضروات المثلجة مغطى بمنشفة على الأنف. يبقى تاني hold their nose with ice bag of vegetables covered معناها مغطى by a towel اللي هي معناها فوطة. طيب number 5 بعد ما أعمل كده بيقول هنا ask them to breathe through their mouth، لما تعمل كده اطلب منه ان هو يتنفس من ايه؟ من الماوث، من الفم، عشان ما يتنفس من مناخيره والنزيف يحصل تاني. في نمبر 5 بقول هنا ايه؟ continue pinching، يعني استمر في الضغط. continue pinching the nose for لمدة ايه بقى؟ لمدة 5
to 10 minutes. يعني اللي عنده نزيف ده انت بتطلب منه ان هو يتنفس. ليه؟ يتنفس من بقه، ولما يتنفس من بقه تكون انت مستمر في الضغط على مناخيره وقافلها لمدة من 5 لـ10 دقايق. في الحالة دي تلاقي النزيف بيتوقف. تعالوا بقى دلوقتي هنحل مع بعض الجنرال اكسرسايزز اللي هي التمارين العامه على ليسن 3 على الدرس الثالث بالكامل. الكلام ده للتذكير برقم الصفحه موجود معانا في بيج 48 48. سؤال نمبر 1 معانا هو سؤال listening، استماع. بتسمعني؟ بتسمعني بقرا عليك جزء كده مكون مثلا من 3 سطور. بتسمعني كويس عشان تعرف الجمل اللي قدامك ديت انهي واحده فيها هتبقى ترو يعني صح، وهنحط هنا حرف تي كابيتال، واي واحده هتبقى فولس، وفي الحاله دي بنحط اف كابيتال تحت الاف اللي هي اختصار لكلمه فولس يعني غلط. فاسمع كده الجزء اللي انا هقراه عليك عشان نشوف الجمل دي هنحلها ازاي. ريم از هيلثي، شي داز ا لوت اوف سبورتس ات سكول، شي اولسو لايكس ووكينج تو هير جراندماز هاوس on weekends. تاني، ريم is healthy يعني ريم صحية. She does a lot of sports at school، بتمارس رياضات كتير في المدرسة. She also likes walking to her grandma's house on weekends. يعني لما تيجي تبص وفقا للي انا قرأته، number one ريم is healthy، فعلا ريم اتقالت ان هي صحية، وبالتالي هنا هنحط ايه؟ تي. طيب نمبر 2 بيقول هنا ريم داز سبورت ات ذا كلوب، يعني بتلعب رياضه في النادي؟ لا، اللي انا قلتها قلت ان هي بتلعب رياضه فين؟ ات سكول، في المدرسه. يبقى بالتالي 2 هتطلع ايه؟ فولس. طب نمبر 3 بيقول هنا ريم ووكس تو هير جراندماز، يعني ريم هنا بتمشي الى منزل ايه؟ جدتها، جراندماز هاوس، on Wednesdays يعني في ايام الاربعاء. طبعا الكلام ده غلط لان انا قلت ان هي بتروح on weekends يعني في عطلات الاسبوع وليس في ايام الاربعاء. هي بالتالي هنا هتبقى ايه؟ فولس، هتبقى خطا. طبعا الكلام ده موجود في نهايه الكتاب، هتلاقي في نهايه الكتاب الجزء اللي انا قراته ده موجود في صفحه 359 359. فالنص ده بيتقرأ عليك، بتسمع كويس، وبتحل انت بقى بناء على اللي سمعته وفهمته منه. تعالى كده نشوف يلا سؤال نمبر 2 اللي هو سؤال تشوز. نمبر 1 معانا بيقول اي لاف، انا بحب بلاين فيديو جيمز، بحب لعب العاب الفيديو. بعد كده بيقول اي اونلي بلاي ذيم اون ساترديز، بلعبها فقط في ايام السبت. طبعا احنا شرحنا حاجه اسمها اند وبت، وقلنا ان بات بستخدمها للربط بين حاجتين جملتين بينهم تناقض او اختلاف، وبالتالي هنا هي بات اللي هتنفع. وتحديدا كمان قلت لك ان بات بتحط قبلها ايه؟ كاما، زي ما انت شايف كده. هيبقى معنى الجمله ايه؟ انا بحب لعب العاب الفيديو ولكن بلعبها فقط في ايام السبت. انما اند معناها ايه؟ و، وما بتحطش قبلها ايه؟ كاما. نمبر 2 بيقول هنا put on، و put on تنفع بمعنى ضع او ارتدي. A when you have a scrape، بيقول لي ضع ايه؟ لما يبقى عندك خدش. احط ايه؟ احط الضماده او اللي احنا بنسميه اللزق الطبي اللي هي band aid. band aid بعد كده بيقول لي في نمبر 3 she has a nose bleed، عندها ايه؟ نزيف في الانف. So ask her، اسألها أو اطلب منها، اطلب منها to ايه بقى؟ through her mouth، خلال فمها. يبقى الشخص اللي عنده اللي هو نزيف من مناخيره، انت تطلب منه ان هو يتنفس منين؟ من الفم. يبقى هقول له ايه؟ تنفس يعني breathe. يبقى ask أو ask her، اطلب منها ان هي تتنفس عبر الايه؟ عبر الفم. نمبر 4 بول I practice basketball، انا بمارس رياضه السله، كره السله. وبعد كده football every day. يبقى هنا عاوز يستخدم ايه؟ and عشان يقول ايه؟ و،
يعني بقول هنا ايه، انا بمارس لعبة كرة السلة وكرة القدم كل يوم. نمبر 5، بقول هنا هتستخدم يا اما wash يعني يغسل، او اغسل، make يعني اصنع، put يعني ضع، ask يعني اطلب او اسأل. انا بقولي the scrape اللي هو الخدش with water and soap، مية والصابون. يبقى انا اعمل ايه بالمية والصابون؟ هغسل الخدش، ويغسل يعني wash. نمبر 6، my sister، مالها my ايه my sister يعني اختي. بقولي هنا هتختار يا اما walked يعني مشت، burned يعني حرقت، sprained يعني لوت او حصل لها التواء يعني في قدميها، ولا هاد يعني يمتلك او تناول في الماضي، امتلك او تناول. فهنا بقول لي my sister، بعد كده her foot، so I pressed a bag of ice on her foot، يعني ضغطت بكيس تلج على قدميها. يبقى رجلها حصل فيها ايه؟ حصل فيها التواء اللي هي sprained. يبقى sprained معناها يلتوي او التواء، sprained. السؤال اللي معانا بعد كده في الصفحة اللي بعدها هو سؤال نمبر 3، واللي بيقول هنا read and complete the text with words from the box. فتعالى كده نقرأ الكلمات اللي في البوكس ديت اللي هو الصندوق، ومدينا اول كلمة اللي هي go، وgo يعني يذهب، easy يعني سهل، hot او hot يعني حار او سخن، scientist يعني عالم. بيقول هنا my mom، مالها بقى؟ and I أمي وأنا go walking، بنذهب للمشي، in the desert في الصحراء، with my dad مع والدنا، dad is بعد كده a، and he likes looking at animals and plants. يبقى هنا أنا هوصف إيه؟ إن والدي ده إيه؟ والدي ده عالم، وخدنا كلمة اسمها scientist يعني عالم. يبقى والدي عالم وبيحب إن هو إيه؟ ينظر للحيوانات وكمان النباتات. The desert الصحراء is very interesting، حاجة ممتعة وشيقة، but ولكن it's very sometimes، ولكن الصحراء بتكون ايه جدا احيانا؟ بتكون حارة، بيبقى الجو فيها حر، وحر يعني ايه؟ يعني hot او hot. يبقى هنا هتلاحظ كده ان احنا في اول واحدة هنكتب ايه؟ هنكتب scientist اللي هي عالم، والنقط التانية هنكتب فيها ايه بقى؟ هنكتب فيها hot. بعد كده في الاخر بيقول لي we، وبعد كده ايه؟ with him every weekend، يبقى بنعمل ايه معاه كل عطلة اسبوع؟ يبقى بنذهب معاه، يبقى الافضل كده ان احنا نستخدم هنا go. فكده اتبقت كلمة easy اللي هي معناها سهل ملهاش استخدام معانا، فبتبقى زيادة بس جايبها عشان يلخبطنا مش اكتر. سؤال نمبر 4 اللي هو سؤال الماتشن اللي هو التوصيل، بيقول read and match. نمبر 1 كده بيقول لي my cousin، وcousin يعني ابن عمي او بنت عمي. فهنا بيقول لي my cousin ايه؟ هنوصلها بايه؟ هنوصلها هنا ب sprained his foot، يعني ابن عمي حصل له التواء في قدمه. نمبر 2، I want to play football، اريد ان العب كرة القدم. ولكن I اللي هي put، I hurt my leg، ولكن أنا عورت أو جرحت إيه؟ رجلي. في هنا تناقض، عشان كده استخدمنا إيه؟ استخدمنا but. نمبر 3 بيقول لي هنا wash the scrape، يعني اغسل الخدش، هغسل الخدش بإيه؟ أكيد بالمية والصابون، اللي هي with water and soap. يعني بالتالي هنا هنختار هنا أو هنحط هنا نمبر 3. نمبر 5 اللي هو سؤال ال read and order and write، اللي هو سؤال حاجة اسمها rearrange يعني اعد ترتيب، سؤال الترتيب. هنبدأ كده باللي هو صفة الملكية اللي هي my، واللي معناها ملكي. هجيب بعدها الحاجة اللي تخصني او ملكي اللي هي my sister، اختي. مالها اختي بقى؟ هيجي بعد اختي كده حاجة اسمها has، يعني لديها او تمتلك. يبقى اختي لديها، عندها. has ايه بقى؟ عندها جرح، وجرح يعني او حرق، حرق يعني burn.
يبقى has a burn، لديها حرق. فين الحرق ده بقى او الحرق ده؟ on her arm، على ذراعها. يبقى الجملة تاني، my sister has a burn on her arm. number two، واللي هتبدأ هنا ب someone اللي هي معناها شخص ما. طب شخص ما ماله؟ اللي حصل له بعد اسم الشخص اللي هو يعامل معاملة المفرد احط بقى كلمة falls over. falls over معناها سقط. وبعد كده هنستخدم and اللي هي معناها و، وعمل ايه؟ cuts his leg، يعني جرح ايه؟ رجله. cuts his leg. يبقى الجملة تاني، someone falls over and cuts his leg. number three، والهنا هتبدأ بيور اللي هي صفة الملكية بمعنى ملكك أو حاجة تخصك أنت. هاجي بعدها إيه؟ هاجي بعدها cousin. أنا بقول لك your cousin يعني ابن عمك. cannot اللي هي معناها إيه؟ cannot يعني لا يستطيع. cannot breathe، لا يستطيع أن إيه؟ يتنفس، مش قادر يتنفس. طبعا هنا cannot ممكن نكتبها في صورة اختصار بالشكل ده كده وتبقى ايه؟ can't. الاثنين معناهم لا يستطيع. your cousin cannot breathe، your cousin can't breathe. اخر صفحة معانا في فيديو النهاردة هي الصفحة رقم 50 من كتاب المعاصر، صفحة 50. هنبدأ كده الأول بسؤال الباسج اللي هو سؤال الفقرة اللي بنقرأها وبنجاوب على الأسئلة اللي عليها. لازما كده عشان تعرف تحل السؤال ده بسهولة وانت بتقرأ كل جملة قول المعنى لنفسك. I am Adam، أنا آدم. I am in a wheelchair basketball team at school، يعني أنا في فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة في المدرسة، في المدرسة تحديدا. We practice three times every week، يعني احنا بنتدرب او بنتمرن ثلاث مرات كل اسبوع. I drink cola، انا بشرب حاجة ساقعة او كوكولا مثلا او بيبسي يعني. But I want to drink more water، ولكن اريد ان اشرب الكثير والمزيد من المياه. I don't او I don't، ممكن ما انطقش التي. I don't play video games، انا لا العب العاب الفيديو. because I'm very busy، لان انا مشغول جدا. I like to play with my friends in the park، يعني بحب العب مع اصحابي في الحديقة. number one بقى سؤال اللي تشوز هنا بيقول Adam practices، يعني آدم بيتمرن او بيمارس basketball بعد كده times every week، بيلعب كرة القدم كم مرة في الأسبوع بقى؟ 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5؟ طبعا الإجابة الصح هتكون إيه؟ 3 أو 3 times، ثلاث مرات. number 2 بيقول آدم is in a wheelchair بعد كده team، يبقى آدم في اللي هو الفريق إيه؟ على الكراسي المتحركة، فريق تنس ولا volleyball اللي هي كرة الطائرة ولا football كرة قدم ولا basketball اللي هي كرة سلة؟ طبعا فريق كرة السلة. فين دي يا مستر؟ تحديدا في القطعة اهو، wheelchair basketball team، فريق كرة السلة. number 3 بيقول آدم is very، آدم ده very ايه؟ very busy، مشغول جدا. happy سعيد، angry متضايق، ولا excited يعني متحمس. قال هنا في الجزء ده قال I am very busy، انا مشغول جدا، يبقى بالتالي آدم ايه؟ very busy، مشغول جدا. number 4 ونمبر 5 بنطلع اجابتهم من بين السطور في الفقره. بقول هنا مهم جدا جدا ان انت تكون حافظ كلمات الاستفهام اللي بتبدا بها السؤال، لان هو اللي بيفهمك معنى، او الكلمه اللي في الاول دي اللي بتفهمك معنى السؤال. فانا بقول what يعني ما او ماذا. what does Adam want to drink يعني ماذا يريد ادم ان يشرب، يعني ادم عاوز يشرب ايه. لما ترجع تقول كده اهو من اول هنا كده اللي هي want to drink more water، بس هنعمل فيها حاجة. هنبدأ هنا ب he، هنحط هنا he كده،
هتبدأ الإجابة بتاعتك بـ he وتحط بس الـ want دي إيه؟ S. يبقى الإجابة كده عشان تبقى مظبوطة تقول he wants to drink more water. هو يريد أن إيه؟ أن يشرب كثير من المياه. نمبر 5 بادئ بكلمة اسمها why. why ديت معناها لماذا؟ بتسأل عن السبب. why لماذا؟ Why doesn't Adam play video games؟ ليه آدم ما بيلعبش ألعاب فيديو؟ طبعا قلنا عشان هو مشغول جدا. هو قال اهوت أنا ما بلعبش ألعاب الفيديو لأن أنا إيه؟ مشغول جدا. يبقى الإجابة بتاعتي هتكون من أول إيه؟ من أول كلمة إيه؟ because اللي معناها لأنه. Because وغير بقى I am ديت إلى he is وقول because he is very busy لأن هو مشغول جدا. آخر سؤال بقى معانا هو سؤال الترقيم واللي بنغير في الجملة الحاجات اللي تحتاج تغيير. يعني مثلا احنا عارفين إن أي جملة أو أي سؤال لازم يكون بادئ بحرف كابيتال، يبقى احنا كده هنغير الدي ونخليها دي كابيتال. ونكمل do you think هل تعتقد بعد كده your هتلاحظ هنا ان لازم احط كده apostrophe بين you بين ال r وال e لان ال r e ديت اختصار لايه؟ اختصار ل r يعني ممكن اقولها you are او الاختصار بتاعها your والاختصارات بنحط فيها ايه؟ apostrophe. وبعد كده healthy يعني صحي وهحط بقى في الاخر ايه علامة استفهام اللي هي الكويستشن مارك علامة الاستفهام تحديدا عشان دي سؤال بادئ بدو اللي معناه هل. شو بتقول ايه؟ هل تعتقد ان انت بصحة جيدة؟ يبقى ده سؤال اهو. يبقى كده غيرنا الدي حطينا الابوستروفي وكمان حطينا علامة الاستفهام. كده الثلاث حاجات. وكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش بقى تدعمونا عن طريق ان انت تدوس لايك للفيديو وتعلق بتعليق اسفل الفيديو. وطبعا لو بتشاهدنا لاول مرة تنساش تشترك في القناة عن طريق الضغط على العلامة اللي باللون الاحمر اسفل الفيديو وبعدها تختار علامة الجرس وتختار الكل عشان يوصلك اشعار بفيديوهات الفترة القادمة. كان معكم مستر رضا البيومي من قناة انجليزي اونلاين وأشوفكم دائما على خير ودمتم في صحة وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.